يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نحن مدرسون ونصلي الظهر جماعة في المسجد مع بعض الطلبة، وذلك بمجرد دخول الوقت ولا ننتظر الأذان، حيث إن المسجد الذي يجاور المدرسة يتأخر عن الوقت بمدة 5 دقائق، فهل فعلنا صحيح؟ يكفي الأذان في البلد، إذا سمعتم الأذان في البلد أو قريبا منكم يكفي، وصلاتكم في المدرسة هذه فيها نظر، لأن المسجد قريب منكم تسمعون النداء، الواجب عليكم الذهاب للمسجد تصلون فيه ترجعون للمدرسة، إلا إذا كان هناك مانع أو محذور منعكم من الذهاب للمسجد صلوا في المدرسة. نعم.